عجب. مباراة فينا نقول من عليها مباراة النقاط المضاعفة، بس تحكي لنا عن مباراة تجهيزات الفريق اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مثل ما أنت حكيت فريق اليوم المباراة لفريقين متقابلين أو متقاربين على سلم الترتيب، تقريبا عدد النقاط متقارب، نقاط مضاعفة. فريق الاتحاد فريق اسم كبير طبعا، حتى لو العناصر اللي ما عم تكون معه بهي الجودة اللي كانت بالسابق، لكن فريق الاتحاد مدرسة كروية كبيرة وبيخرج لاعبين بشكل كتير جيد. تحضرنا المباراة بشكل كتير منيح، الحمد لله رب العالمين. فريق طليعة عم يمشي بشكل تصاعدي، الحمد لله كمان انه اليوم خفت نسبة اخطاء الفريق بنسبة كبيرة، قدرنا عم نسجل بمرمى الخصم كتير بشكل كتير منيح، عفوا المنافس خليني اقول بسجل بمرمى بشكل منيح، زادت نسبة التهديف، قلت نسبة الاخطاء، حضرنا المباراة بشكل كتير منيح. بالنهاية بتمنى انه تطلع مباراة جيدة، تطلع مباراة جميلة ترضي فيها الجماهير، وان شاء الله تتكلل بالنجاح للفريقين والله يقدم اللي فيه خير. بالنسبة للغيابات اليوم كابتن، ايش في عندنا غيابات الفريق؟ الحمد لله رب العالمين الفريق كامل، ما في اي غيابات، بعض اللاعبين في عندي خدمة الزامية وفي لاعب مريض، لكن الموجودين بيقوموا بالدور وزيادة ان شاء الله. الله يوفقكم. Thank you.
حلب حلب Yeah!
حلوه هاي. بس طلعنا مع فوز حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اليوم مباراة كانت بإيدينا، أكلنا جول، كبينا أكثر من جول. حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله بالأيام وبالمباريات القادمة بنحسن العبود بإذن الله. شو أصوى الفريق يعني؟ والله العظيم بتلاقي لعب بس ما عم بتلاقي يعني. والله أنا شفت اليوم فريق عم بيلعب وعم يكب فرص وعم يضيع، ما بعرف يعني شو، وعندنا إصابات صارت قبل اللعبة بنهار، ما بعرف شو بدي أقول لك. يلا الحمد لله. الأرض كابتن محمد، تعادل الاتحاد مع نادي طليعة، هاردك مثل مبروك، ما عم بيجي لك انت الادرف، يحكي لنا عن المباراه. اول شيء اشتقنا لنرجع على ملعب الحمداني ونلعب قدام هذا الجمهور الكبير. الحمد لله رب العالمين. النقطه كانت ممتازه من ارض نادي الاتحاد. نادي الاتحاد نادي كبير ونحن بنعتز انه نحن اولاده، بس دائما معلمنا نادي الاتحاد وين ما بنروح نحن بنكون رجال وقد قد المسؤوليه اللي بيعطونا اياها نادي الاتحاد. الحمد لله رب العالمين. النقطه لنادي الطليعه كانت ممتازه كثير، ان الحمد لله رب العالمين. هارد لك لجمهور نادي الاتحاد، بس هيك ما عندي حكي. بالتوفيق لك. الاتحاد مع نادي الطليعه 1-1، مع تسجيلك الهدف المفتخر فيه ولو انه هدف على نادي الاتحاد. هلا الحمد لله رب العالمين، انا بعتذر من جماهيرنا ويعني الله كرمني الحمد لله اليوم سجلت. اليوم نادي الاتحاد علمنا الانتماء، وقت اللي تلعب لناديك تلعب باخلاص ضمن الادب اكيد هذا الشيء. انا اليوم ما بقدر احتفل بين اهلي وناسي، الحمد لله نقطه كثير ثمينه من نادي الاتحاد بين ارضه وجمهوره، الله كرمنا وان شاء الله هيك مرحله الاياب يكون لفريقنا نادي الطليعه ان شاء الله شان كبير في الدوري. عناصر جيده بعد فوزين واليوم تعادل من ارض حلب، ان شاء الله عن مباراه الديربي، الديربي له طعم خاص للحمويه ان شاء الله، بيملوا الملعب ونكون قد الثقه ومنربحه ان شاء الله. بالتوفيق حبيبي، خلي لي اياك.